بحضور الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي في الشارقة، نظمت شركة سحاب للحلول الذكية جلسة حوارية حول أسباب نجاح التحول الرقمي، وذلك في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات. وإلى التفاصيل الآن. نيكستيك، أسباب نجاح التحول الرقمي، جلسة حوارية جمعت 50 شخصية رسمية من مختلف الجهات الحكومية في الشارقة في حوار مفتوح ناقش مسيرة التحول الرقمي في الإمارة والدولة بشكل عام، مع وضع جملة من الأفكار والمقترحات التي تمهد نحو الارتقاء بواقع هذه المسيرة. الجلسة كانت عبارة عن فرصة أن نرفع التحديات، أن نتحدث عن التحديات القادمة، الرؤية الطموحة اللي عندنا في إمارة الشارقة، وإن شاء الله أن نحل الصعوبات البسيطة اللي نوصل إلى مرحلة أن لدينا حكومة رقمية متكاملة في المستقبل بإذن الله. الجلسة استعرضت العديد من المحاور كأهمية التحول الرقمي وكيفية تنفيذه والأمن السيبراني، مع ضرورة تحقيق التكامل والانسجام بين القطاعات في مسيرة التحول، مع التأكيد على أهمية الكوادر البشرية. الفرق أن الخدمة الإلكترونية هي خدمة ذاتية، أنا محتاج أعرف الدائرة اللي تقدمها على أساس أسعى وراء هذه الخدمة، أما الخدمة الرقمية هي خدمة حكومة قاعدة تقدمها، هي عدة خدمات إلكترونية وعدة جهات مشتركة. يعني كان هناك اتفاق مجمع من الحضور أن الاستثمار في الكادر البشري لتعزيز الثقافة الرقمية شيء جدا مهم، وضع سياسات ووضع أدوات طبعا لابد من هذا الموضوع، ولكن بالأخير الاستثمار في الكادر البشري كان جدا ضروري. هذه الجلسة كانت مهمة جدا، كان فيها نوع من الصراحة وطرح الرؤى والاستراتيجيات في مجال التحول الرقمي في إمارة الشارقة. ما نشهده بعد الجلسة الحقيقة زيادة في مستوى الوعي، زيادة في مستوى الحماس للذهاب إلى مستويات أبعد في التحول الرقمي وزيادة تنافسية إمارة الشارقة ومؤسساتها. وأوصى المشاركون بالجلسة بضرورة تعزيز الاستثمارات المشتركة مع القطاع الخاص لتطوير البرامج والمنصات وتقديم الحلول الرقمية، بينما تتولى الحكومة تشريع القوانين ووضع السياسات لتحقيق التوجه نحو اقتصاد متطور يعزز مكانته التنافسية في الأسواق العالمية. للتعرف على أهم التحديات التي تواجه مسيرة التحول الرقمي في إمارة الشارقة، جاءت هذه الجلسة والتي استضافت نخبة من كبار المسؤولين في القطاع الحكومي والخاص. لأخبار الدار، هويدا الشرقي.